مركز لإيواء المهاجرين الأفارقة في محافظة شبوة. تتفاقم مشكلة هؤلاء المهاجرين القادمين من القرن الأفريقي إلى اليمن عبر الشريط الساحلي للمحافظات الجنوبية بصورة غير شرعية بعد أن يتم حصرهم في هذا المخيم. وترى السلطات أن تزايد أعداد المهاجرين بشكل كبير يثير مخاوف أمنية من انخراطهم في صفوف الميليشيات والجماعات المسلحة، ما يشكل خطرا على الأمن اليمني ودول الخليج العربي. يشكل تدفق المهاجرين مزيدا من الأعباء والمخاطر خاصة الصحية منها. الفريق الطبي بمركز الإيواء يقوم على تقديم الرعاية الصحية اللازمة من خلال المعاينة والفحص المخبري وتقديم الأدوية لكافة الحالات المرضية من هؤلاء المهاجرين الذين يحملون بعض الأمراض الخطيرة كالملاريا وفيروس الكبد وأمراض جلدية أخرى. الخدمات اللي نقدمها أنا بالتنسيق مع الهلال الأحمر وإشراف قيادة محور عتق، يعني خدمات طبية متواضعة، من معاينة، من حالات بسيطة، يعني هناك أمراض مزمنة يعني مثل أمراض فيروس الكبد الوبائي وخاصة البي والسي وقد منتشرة عند الأفارقة في حالات كثيرة. حالات الملاريا طلعت لنا حالات بوزيتيف، واحنا نقوم إن شاء الله بإمكانيات البسيطة بمعالية تقديم الخدمات. ومع صعوبة الأوضاع التي تعيشها البلاد، تحرص قيادة محور عتق واللواء 30 مشاة القائم بمركز الإيواء على تقديم كافة الخدمات الإنسانية، مناشدا في الوقت ذاته جميع المنظمات الدولية والإنسانية للقيام بدورها في دعم وإيواء هؤلاء المهاجرين إسهاما للحد من معاناتهم. لوصول المهاجرين الأفارقة إلى اليابسة يضاف عبء جديد فوق أعباء الحرب والأزمة التي تشهدها البلاد. عبد الرحمن بن عطية، الإخبارية، من السواحل الغربية لمحافظة حضرموت.